خامس إن شاء الله اليوم رح نبدأ بدرس قسم الكسر على عدد كلي، لكن في سؤالين ظلوا من الدرس الماضي رح نحلهم مع بعض. سؤال رقم 16 من صفحة 107، تحدي: مستطيل مساحته 18 سنتيمتر مربع، إذا كان طوله يساوي 2.3 على 4 سنتيمتر، فكم عرضه؟ إذن لإيجاد المساحة نقوم بقسمة المساحة تقسيم الطول، الناتج رح يكون العرض 18 تقسيم 2 صحيح و3 على 4، 18 على 1 رح تنزل، القسمة تحول إلى ضرب، 2 ضرب 4 8 زائد 3 11 على 4، والآن نقوم بإيجاد مقلوب 11 على 4، إذن 18 تقسيم 11 على 4، 18 تقسيم 4 72، 1 ضرب 11 الناتج 11، إذن الناتج 72 على 11 سنتيمتر. وللتحويل العدد الكسر الغير فعلي إلى عدد كسري نقوم بعملية القسمة، في الناتج 6 صحيح و6 على 11 سنتيمتر. الآن سؤال رقم 17، مسألة متعددة الخطوات. مع شادي 60 دينار، أنفق ثلث المبلغ في رحلة، فكم دينار بقي معه؟ نقوم بعملية ضرب 60 ضرب 1 على 3، فالناتج 60 تقسيم 3 أنفق 20 دينارا. إذن 60 ناقص 20 بقي مع سامي مع شادي 40 دينار. الآن بإمكاننا طريقة أخرى، أنك تحكي 60 تقسيم 3 مباشرة باستخدام الخطوات، الناتج رح يضل أيضا 20 يا خاص. الآن درس قسمة كسر على عدد كلي، فقرة استكشف الموجودة في بداية الدرس. لدى جمعية 19 كيلوغرام ونصف من الأرز، أرادت توزيعها على 6 عائلات بالتساوي، فكم سيكون نصيب كل عائلة؟ للإجابة على فقرة استكشف رح نقوم بشرح مثال رقم 1، سوف نقوم بشرح مثال رقم 1. أجد ناتج 1 على 4 تقسيم 3. الآن 1 على 4 تقسيم، نلاحظ أن 3 مقامها 1، إذن بحكي 3 تقسيم 1. 1 على 4 تقسيم 3 على 1، العدد الأول بينزل زي ما هو، القسمة تحول إلى ضرب، وبوجد مقلوب الكسر الثاني هو 1 على 3. الآن نضرب بسط في بسط، 1 ضرب 1 1، و4 ضرب 3 12، فالناتج 1 على 12. أتحقق من فهمي وجود صفحة 108، 2 على 7 تقسيم 3، العدد الأول بينزل زي ما هو، القسمة يحول إلى ضرب، و3 على 1 بأخذ مقلوبها 1 على 3، بضرب بسط في بسط، 2 ضرب 1 2، و7 ضرب 3 21. إذن يمكنني التحقق طبعاً باستخدام النماذج أو خط الأعداد، رح نحكي عنها بالحصة القادمة إن شاء الله. مثال من الحياة بيحكي عن الزراعة. حوض مساحته 3.5 متر مربع، يراد تقسيمه إلى 5 أجزاء متساوية، وزراعة كل جزء بنوع معين من الأزهار، فما مساحة كل جزء؟ نلاحظ 3.1 على 2 تقسيم 5. تحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي بطريقة الساعة، 3 ضرب 2 6 زائد 1 7 على 2 ضرب 7 على 2 تقسيم 5 مقامها 1. الآن لإجراء عملية القسمة، الكسر الأول بينزل زي ما هو 7 2، القسمة تحول إلى ضرب، 5 على 1 رح أخذ مقلوبها 1 على 5. الآن بضرب 7 ضرب 1 7 و2 ضرب 5 10، فالناتج 7 على 10 متر رح يكون مساحة كل جزء. أتحقق من فهمي يستهلك جهاز خلوي 5 ساعات البطارية كل ساعتين عند مشاهدة فيديو، فكم سيستهلك من ساعة البطارية في ساعة واحدة؟ إذن هذا الجهاز الخلوي يستهلك 5 ساعات البطارية، رح أحكي 1 على 5 تقسيم ساعتين لإيجاد كم يستهلك في ساعة واحدة. 1 على 5 بتنزل زي ما هي، القسمة تحول إلى ضرب، طبعاً الاثنين مقامها 1، ومقلوب الاثنين على 1 1 على 2، إذن نضرب 1 ضرب 1 1، و5 ضرب 2 10، إذن رح يستهلك 1 على 10 من سعة البطارية في الساعة الواحدة.
أنا واجبك يا مس رح يكون من كتاب الطالب صفحة 110 سؤال 3 و4 و5.